وما الذي يحفزك عند مشاهدة هؤلاء كي تغني لهم أو كي تنتج أو تعطي أو تبدع؟ نعم عزيزي توني، سمعنا كنا هالأرقام والحقائق اللي هي مريبة بصراحة. قد لا أكون أنه أعيش في العراق، لكن العراق عايش في داخلي، وعبر هذا الموضوع من خلال الموسيقى اللي أقدمها. وأظن هذه أبسط، هذا أبسط شيء ممكن أقدمه على أطفال العراق، وما راح تكون هذه هي الفعالية الوحيدة. إحنا مستمرين إن شاء الله بتعاوننا، وبكل فرصة ممكن ملتزم بهذه القضية قضية أطفال العراق. أكيد أكيد، وأظن هذه مسؤولية غيري من الفنانين، يعني أتمنى أنه غيري أيضا يساهم بهذا الموضوع. قبل أن أترك الكاميرا والميكروفون لك كي تؤدي هذه المقطوعة التي قلت لي قبل البرنامج تدوديها لأطفال العراق، ما هي هذه المقطوعة؟ عن ماذا تتحدث تحديدا؟ هي إحدى الأغاني العراقية التراثية القديمة، سليمة مراد المغنية الأصلية، أغنية عراقية تراثية بكل بساطة راح أقدمها بأسلوب مختلف. قبل أن أترك الكاميرا لك، شكرا لك دكتورة نوال زنجنة، وشكر موصول لك بشار العزاوي. الكاميرا والميكروفون لك. شكرا جزيلا. رفت من هذا طبقكم كل ما نيرد حليبة، كل ما نجيب حليبة شرد أقول لكم كل ما نيرد حليبة، كل ما نجيب حليبة الهجر معادة غريبة، لا ولا منكم عجيبة رفت من هذا طبعكم كل ما نيرد حليبة، كل ما نجيب حليبة. هل ممكن أن تبرز قيادة لهذه الثورة؟ يحاربون فيسبوك وتويتر بالجمل والبغال. طلبكم على الديمقراطية السالمة. الخليفة المحتمل هي السلطان قابوس. جنوبيين طردوا لم يقرروا. أقبل أن مسيحية تولى سلطة البلاد. نحن وضعنا في السجون واستفاد اليساريون. السعوديين لا يشحدون من حاكمهم. بالأخص في السعودية هي دولة سوق. أجندة مفتوحة على شاشة بي بي سي. أنت
وخيب ظن المعارضين. لم يحصل مثلها في التاريخ ولا في أيام النازيين. أنني أسكن في مكان لا تستطيعون الوصول إليه وقتله فيه. تواصل قوات حزب